أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. نشر في موقع الهيانات انتشال 39 جثة من تحت الأنقاض في الجانب الأيمن لمدينة الموصل. وفي المدى نقرأ مجلس النواب يستوضح المحكمة الاتحادية بشأن تأجيل الانتخابات. ونطالع في موقع كتابات الكشف عن 5 عقبات تمنع إجراء الانتخابات في الموصل. وفي الجزيرة نت نشر تحت عنوان الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين. أما في العربي الجديد فنقرأ المصالحة الفلسطينية متعثرة ومصر تتريث في التدخل. ونشر تحت عنوان في القدس العربي جيش الاحتلال يغلق مداخل مدينة نابلس شمالي الضفة ومواجهات في رام الله. وأخيرا وليس آخرا نقرأ في الحياة خامنئي أحبطنا مشروع تمرد لإطاحة النظام. أهلا بكم. الانتقالة المرتقبة لفصائل الحشد الشعبي من المشهد الميداني إلى نظيره السياسي ليست بدعة جديدة في العمليات السياسية التي جاءت في الأساس من منطلقات ميليشياوية، سواء على مستوى الأحزاب المؤسسة لها أو المنظومة العسكرية المؤدلجة التي صنعت بديلا للجيش العراقي الذي كان قرار حله من أولويات إدارة الاحتلال. الخروقات التي ارتكبتها حكومة بغداد لقانونها المسمى قانون هيئة الحشد بسماحها للميليشيات بدخول الساحة السياسية التي من المفترض أن القانون المذكور يحظر عليها ذلك، لا تختلف عن بقية خروقاتها الأخرى الفاضحة المستمرة منذ 15 سنة بنقض كل الأعراف والقوانين المعمول بها في الدول والأنظمة، حسب مقال للكاتب جهاد بشير في صحيفة البصرة. الجديد في المشهد أن الحشد الشعبي باعتباره جمعاً من ميليشيات إيرانية الولاء في المقام الأول، مساره ليس فوضوياً أو غوائياً كما يحاول بعض المنخدعين تصويره. وليس ذلك الحشد مجرد حاجة عابرة اقتضتها ظروف معينة في العراق يمكن أن تنتهي بانتهائها، بقدر ما هو مشروع استراتيجي جرى الإعداد له منذ سنوات وصنع بأيدي طهران على عين واشنطن، اللتين انتهزتا فرصة ظهور تنظيم الدولة وانهيار الأوضاع منتصف العام 2014 على الوجه الذي يعرفه الجميع، فأظهرته بشكل مقدس وبنمط طائفي يستجلب عاطفة شعبية لدعمه وعدم فسح المجال لانتقاده، ليكون تطبيقاً نهائياً لتجربة سابقة نجحت خطوتها الأولى إلى حد ما حينما صيغ التركيبة العلمية السياسية لتكون قالباً ميليشياوياً في أول الأمر كما تقدم. وما مصطلح العقائد الذي روج له بالتزامن مع ظهور الحشد إلا دليل واضح على أن هدفه والقائمين عليه لا ينحصر في إطار ما يسميه الإعلام تحرير المدن أو استعادة الأمن، بل يتسع إلى ما هو أعم وأشمل في مساق المشروع الأمريكي في العراق والمنطقة. ويضيف الكاتب لا يشكل انخراط الحشد الشعبي في الانتخابات شيئا يزيد من خطورة العملية السياسية ويغير من منهجيتها بقدر ما هو إجراء متوقع ونتيجة طبيعية للمقارنة مع سير الأحداث ومجريات المشهد العراقي في السنوات السبع الفائتة على أقل تقدير، وذلك لأن إدارة هذه العملية بشقيها الداعم الأمريكي والمتحكم الإيراني يريدان بقاءها وديمومتها، ويبتغيان من تطورها على هذا النحو الانتقال إلى مرحلة أخرى بمدايات أبعد تجاه العمق العربي والإقليمي. في البلدان الأخرى المتحذرة وحتى بعضها الأقل تحذراً يتقدم المسؤول الكبير في الدولة باستقالته، أو أقله يتوقف عن ممارسة مهامه مؤقتاً عندما تثار حوله شبهات. يحصل هذا دائماً
وتشهد بعض السنوات أكثر من حالة في بلدان مختلفة. هنا في العراق وسائر البلدان المثيلة التي تتحكم بحكامها عقلية بدو القرون الوسطى وما قبلها، لا يحدث شيء كهذا حتى في الأحلام، وما يحصل الآن مع رئيس مجلس النواب العراقي خير مثال، مجرد مثال. فقد أثيرت شبهات بشأن موقفه المتحمس لاستقالة النائب عن اتحاد القوى امطشر السامرائي من منصبه البرلماني ومنح مقعده النيابي إلى شخص آخر. الكاتب عدنان حسين ينتقد موقف الجبوري في مقال بصحيفة المدى. كل هذه الشبهات المتعلقة برئيس المجلس وبالنائب المستقيل والنائب البديل أثارها أعضاء في مجلس النواب نفسه يطعنون في دوافع وغايات استقالة النائب السامرائي وترشيح الشخص المثارة حوله الشبهات، وكذلك في رعاية السيد الجبوري هذه الصفقة وإصراره عليها برغم الاعتراضات الشديدة داخل المجلس. بوصفه رئيساً لمجلس النواب كان على السيد الجبوري أن ينأى بنفسه عن هذه القضية دفعاً للشبهات، إن لم تكن هناك حقاً صفقة ليس بالضرورة مالية فقد تكون سياسية انتخابية هو طرف فيها بحسب اتهامات بعض زملائه النواب. كان عليه إذا ما أراد التصرف على طريقة ما يفعله مسؤولو الدولة الكبار في الدول المتحضرة وشبه المتحضرة أن يتنحى مؤقتاً عن رئاسة المجلس ريثما ينجلي غبار القضية وتتجلى الحقيقة، تاركاً لنائبيه إدارة قضية النائب المستقيل والنائب البديل بدلاً منها. ويضيف الكاتب بإظهاره كل هذه الحماسة للنائب البديل وكل هذا التحدي لزملائه أعضاء مجلس النواب الذين طرحوا اعتراضات أقل ما تستحقه النظر فيها مالياً ومناقشتها داخل المجلس وأمام الرأي العام العراقي، فإن السيد الجبوري لا يضع نفسه فوق مستوى الشبهات، وهذا أمر خطير للغاية نسبة إلى الوظيفة العامة المرموقة التي يتولاها رئاسة السلطة العليا التشريعية والرقابية في البلاد. بدخول كردستان العراق في مرحلة مظاهرات وأعمال شغب أقدمت خلالها جموع على التعرض إلى مكاتب الأحزاب السياسية في منطقة السليمانية، فإن الإقليم لا يخوض أول اختبار يكون الشارع مصدر، فقد طاولت حوادث مماثلة المنطقة في العقود الأخيرة مع تفاوت في مستويات العنف، لكن الوضع الأخير أخيرا يتميز بسرعة نشر السلطات قوات الشرطة والأمن في المدن التي تشهد توترا هناك وإصدارها في الوقت نفسه الأوامر بغلق عدة وسائل إعلام متهمة بتأجيج غضب المتظاهرين حسب ما ورد في مقال للكاتب روجين مسلم في صحيفة العربي الجديد. ولم يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ضرورة في الاستقالة ولا في مراجعة أسلوبهما في الإدارة الحكومية. وبينما يمر الاتحاد الوطني بأزمة غير مسبوقة في ظل سعي ورثة جلال طالباني إلى تولي إدارة الحزب على حساب غيرهم من الأطراف على غرار برهم صالح وكسرت رسول علي، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني مشلول بفعل أسلوب عمله القائم على ما يشبه المحاباة والقبلية. ولوعيهم بصعوبة إصلاح الاتحاد الوطني الكردستاني في العمق تتجه عدة قيادات نحو الخروج على غرار برهم صالح الذي أطلق حركته الخاصة منذ سبتمبر أيلول الماضي، والذي قد يكون أيضاً معنياً بتشكيل تحالف مع حزب غوران المعارض الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان السابق. لكن هذا كله لن يحل الأزمة السياسية طالما لم تجري انتخابات سياسية إقليمية شفافة، وطالما أن مسألة الميليشيات الشائكة التي تخدم الأحزاب السياسية لم تحل. في الوقت الذي يحاول خلاله مسؤولو حكومة إقليم كردستان البقاء في الحكم بعناد وإصرار، فإن السلطات العراقية تستثمر موقفها القوي لتفرض قيوداً أكثر صرامة لتصعيد الحد من طموح الأفراد نحو الاستقلال. إضافة إلى ذلك استفادت ميليشيات الحشد الشعبي التي لا يزال ولاؤها لطهران غامضاً من الوضع لتفضيل الأقليات الشيعية في المناطق المختلطة والمتنازع عليها، حيث كانت القوات الكردية مسيطرة هنا قبلا.
في الوقت الذي تحاول فيه الشعوب الإيرانية إسعاف غدها بالاحتجاجات، يسعى النظام إلى إسعاف حاضره بالضمادات القديمة التي تهرأت من كثرة الاستخدام، وذلك باسترجاع الشعارات وإلقاء التهم ضد كل من يرفع صوته أو حجارة الطريق ليرمي بها بعض أسباب جوعه ويأسه من سياسة حكامه المبتلى بهم. النظام حقيقة النظام الإيراني أدرك أن الانتفاضة قالت ما أرادت قوله دفعة واحدة دون أن تبقي شيئا، بل اختصرت مأساة الثورة السورية ونتائجها عندما لم تتوقف على أطلال مدنها وموت أهلها، واكتفت بإسقاط النظام وتوابعه عمليا عندما فضحت تخبطه وضعفه ومرجعياته وتنازلاته لضمان استمرار مشروعه الإمبراطوري وخطابه المثير للسخط، كما يرى الكاتب حامد الجيلاني في مقالة بصحيفة العرب اللندني. ماذا وراء تضخيم الدور الكردي على غرار نتائج الاستفتاء؟ لماذا عمدت طهران إلى تصعيد الاحتجاجات في كردستان ضد مسعود بارزاني وقبل الاستفتاء بسنوات؟ ما هي أهداف نظام ولاية الفقيه الداخلية مع أكراد إيران وحزبهم الديمقراطي الكردستاني الذي تتواجد أعداد من تجمعاته داخل حدود إقليم كردستان، وتم نقلهم على مسافة بعيدة من الشريط الحدودي لأنهم تعرضوا أكثر من مرة إلى هجمات المدفعية الإيرانية؟ لماذا غابت الدولة العراقية عن دورها ولو الدبلوماسي في الرد على الاتهامات الموجهة من إيران ضد مواطنيها إذا كان الأكراد مواطنين عراقيين حسب الدستور؟ ما قصة نفط كركوك الخام وبداية موعد تصديره إلى المصافي الإيرانية؟ ولماذا تمت عملية تفكيك وتهريب مصفى بيجي إلى إيران تحت ظل الحرب مع داعش وبرعاية الميليشيات؟ ما هي أهداف تمدد الإسكاني لقوة الحشد الميليشيوي في كركوك؟ ويضيف الكاتب: لا غرابة أبداً في اتهام الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضاي لمدينة أربيل بإدارة غرفة عمليات التخطيط والتآمر وتأجيج التظاهرات، وهو لا يشير إلى أقليم كردستان بل إلى أربيل تحديداً لعزل الاتحاد الوطني الكردستاني في تذكية الصراع داخل الأقليم، كما بدا جلياً باقتحام كركوك في أكتوبر الماضي. نزول المواطنين بكثافة إلى الشوارع وانتشار التظاهرات في غالبية مدن إيران ورفع شعارات تمس شخصية المرشد وحرق صوره والتنديد بالتدخل في شؤون الدول وتبديد الأموال على الميليشيات أنذرت النظام بأن السيطرة قد فقدت. مقال للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي يحلل فيه ثورة الشعب الإيراني ضد نظامه. المواطن لا يجني من ذلك شيئا، فلا فرص عمل كافية خاصة للشباب الذين يمثلون نسبة 48% من السكان، وقد وصلت البطالة بينهم نسبة 25%، وتراجعت الثمن أمام الدولار بأكثر من 6%، واستمرت عمليات بيع وشراء كل شيء ممنوع في شوارع طهران من المخدرات مرورا بالأعضاء البشرية وصولا إلى الأطفال. كما اتسعت الفجوة بين الفقير والغني وانحدرت الطبقة الوسطى إلى مستوى الفقر، ثم أتت الميزانية الجديدة محملة بأثقال الصرفيات على التدخلات الخارجية وملايين الدولارات للمعاهد والمقامات الدينية، يقابلها تقليل للإنفاق على البنى التحتية وإيقاف الدعم الحكومي في ظل فساد مالي وإداري واسع وحياة فارهة لكل أركان السلطة ومقربيهم. حينها بدت شعارات روحان الانتخابية بتحسين الاقتصاد ورفع المستوى المعيشي مجرد كذبة كبرى، فهتفت الجموع الموت لخامنئي والموت لروحاني في إشارة إلى اليأس من كل النظام محافظين وإصلاحيين. كما برزت ولأول مرة مقارنات بين حال الناس في النظام الحالي ونظام ما قبل الثورة الإيرانية. ويضيف الكاتب: لقد تدخل العامل الاقتصادي مع العامل السياسي إلى درجة يصعب فصل أحدهما عن الآخر في الحالة الإيرانية الأخيرة، لكن هل هذا المؤشر كاف للقول إننا ذاهبون نحو تكرار مشهد سقوط النظام الشاه في السابق قد يتجرعه النظام الحالي؟ هكذا يتساءل. عندما وصف رئيس فلاديمير بوتين قاعدتي حميمم وطرطوس بأنهما
قلعتان لحماية مصالح روسيا. كان يبدو مطمئنا لحجم الانتصار الذي تحقق في سوريا، بالغ في ثقته مستندا إلى التقارير اليومية التي تقدمها وزارة الدفاع، لكن فكرة إنجاز المهمة التي تم الترويج لها بكثافة في روسيا سرعان ما تبدد مفعولها على واقع انفجار الوضع الميداني على أكثر من جبهة، ومن غوطة دمشق إلى معركة إدلب الكبرى إلى تداعيات الموقف الناشئ في الجنوب السوري، يبدو المشهد في مناطق خفض التوتر على النقيض تماما من اسمها، حسب ما جاء في مقال للكاتب رائد جبر في صحيفة الحياة اللندنية. المشهد الميداني الحالي يقوض عالميا اتفاق مناطق خفض التوتر، مع كل ما يلي ذلك من أسئلة حول جدوى جولات المفاوضات الطويلة في أستانا. هذا يعني انتهاء مهمة المسار الذي فرضته موسكو بالتعاون مع شريكيها التركي والإيراني، علماً أن الاتفاق كان يعد النتيجة الوحيدة الملموسة له بعدما تم تدريجياً تفكيك مطالب المعارضة المتعلقة بالمعتقلين والأوضاع الإنسانية والملفات الأخرى التي ظلت معلقة، ناهيك بغياب أي دور حقيقي للمعارضة أو الحكومة واقتصار المفاوضات خلال الجولات الأخيرة على الأطراف الضامنة التي حولت أستانا إلى منصة لمناقشة مناطق نفوذها ومحاولة تذليل الخلافات بينها. لكن ماذا بعد التصعيد وإعادة رسم خرائط سيطرة النظام في إدلب وغوطة دمشق؟ ثمة قناعة لدى أطراف وازنة في موسكو بأن الحسم الميداني وحده لن ينضج الظروف لتسوية سياسية جدية مهما عزز من أوراق النظام التفاوضية، وأن التوصل إلى تفاهمات مع أطراف إقليمية مؤثرة ومع واشنطن ما زال بعيداً، ما يعني أن سقف الآمال المعلقة على سوتشي لا يصل إلى درجة إطلاق حوار سياسي جدي. ومع الأهمية الرمزية لقصف قلعة بوتين، فإن التطور يشير إلى بدء مرحلة جديدة في المواجهة غير المباشرة مع واشنطن المتهمة من جانب روسيا بأنها سلمت تقنيات جديدة إلى فصائل معارضة ساعدتها في صناعة القنابل الطائرة وتوجيهها. خطورة التطور لا تقتصر على مجال الطائرات المسيرة الذي يبلغ 50 كيلومتراً، ما يعني أن خطة توسيع المنطقة الآمنة حول القاعدة لتبلغ 15 كيلومتراً لن تكون مجدية وحدها. الأسوأ من ذلك أن الضربات انطلقت من مناطق سيطرة الحكومة السورية، ما يعزز مخاوف موسكو التي حذرت أكثر من مرة سابقاً من تدني القدرات العسكرية والأمنية للنظام. بعيداً عن السياسة وفي خبر جميل، شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات ستكشف بالأحرى عن تكنولوجيا جديدة تساعد السيارات في قراءة وترجمة إشارات المخ للتنبؤ بما يفكر فيه السائق ومساعدته إذا لزم الأمر. فعلى خلاف السنوات السابقة لمعرض لاس فيغاس الدولي للإلكترونيات الذي كان يشهد فقط عرض أحدث مفاهيم وتصاميم السيارات الكهربائية، فإن هذا العام سيركز أكثر على التقنيات التي تستخدمها تلك السيارات. ولعل من أهم التقنيات التي سيتم الكشف عنها تلك التي طورتها شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، وهي تكنولوجيا جديدة تساعد السيارات في قراءة وترجمة إشارات المخ للتنبؤ بما يفكر فيه السائق ومساعدته إذا لزم الأمر. وتطلق الشركة اليابانية العملاقة على التقنية الجديدة اسمها من المخ إلى السيارة، وهي الأولى من نوعها وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر في نيسان موتورز.
متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.